انا ماشيه يا كوكي، عايزه حاجه مني؟ اه انجي، كنت عايزه اسالك سؤال كده مش قادره افهمه. هو انت كنت ليه مركزه قوي مع الست اللبنانيه دي؟ مش مركزه معاها ولا حاجه، يعني عادي. لعلمك بقى دي لو شلنا الميك اب اللي على وشها هتبقى شبه سامح، لا احتمال سامح يبقى احلى كمان. ايوه ما فهمتش برضه، يعني انت ليه كنت مركزه قوي مع الست اللبنانيه دي؟ صراحه بصراحه يا كوكي، اه عشان شفت نظرات علي ليها. ايوه مالها بقى نظرات علي ليها؟ مش عارفه، حسيت كده ان هو بيبص لها بطريقه، يعني المفروض يبص لي انا مراته كده، مش يبص لواحده غريبه. يعني انت متجوزه دلوقتي يا كوكي، لو شفتي جوزك بيبص لواحده كده مش هتتضايقي؟ وهتضايق ليه؟ هو ده ما بيضايقكيش؟ لا خالص. لا خالص؟ آه. طب ولو عاكس واحدة قدامك؟ عادي يعني، يا ما عملها كتير يعني عادي. لا والله. طيب ماشي، جايز يا كوكي انت ما بتضايقيش لو جوزك بص لواحدة او عاكسها، بس اكيد اكيد ممكن تقتليه لو عرفتي ان هو بيخونك مثلا. اقتله ليه؟ اظلمه يعني؟ مش يمكن اللي ماشي معاها دي تبقى مراته التانية؟ طيب يا كوكي، انا كنت قايله لك ان انا همشي حبيبتي قبل ما تشيليني. انت بالحوكمه تقدر تضاعف مكسبك وتوصل لحاله الربحيه، خاصه لما تتعامل بقيم الحوكمه الاربعه، عارفهم؟ شو هالحركه، انت عارف ولا مش عارف؟ لا هو اصلا انت ليه محسساني اني مش عارف حاجه او عارف حاجه ومخبي عليك الحركه دي عندنا يعني؟ لا طيب، قيم الحوكمه الاربعه هي الشفافية والمسؤولية والمحاسبة والعدالة. ما شاء الله. أنا على المهم يعني عارف الشفافية والملوخية والمهلوية، في حاجة رابعة. ملوخية؟ أنا حكيت ملوخية؟ معلش بصراحة أنت متوهاني، أصل اللي يقعد معاك ينسى الدنيا كلها، أنا أصلا ما فطرتش. طب أنا شو خصمي؟ دكتور سمير أرجوك ركز معاي شوي. أنا مركز معاك يا حبيبتي وعارف، يعني أنا عايزاني أحول العيادة لسنتر. طيب ركز معايا لأنه راح أختبرك في اللي أنا هقوله لك هلا. أنا تحت أمرك ومركز أهو. ما هو اللي أنا عم بحكيه ده هو اللي راح يخليك تعمل سنتر وتربح منه كمان. إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ نتكلم عن إيه؟ حياة أمي، ما أنا فاكر حاجة. تشربي إيه؟ تاني؟ وادي يا ستي الباقي. متشكرة، سلام عليكم. هبة، على فكرة انجي متغيرة النهاردة. انت عرفت منين يا قروبة؟ أول مرة تاخد الباقي وما تعدش ورايا، دي على طول مشككة في ذمتي. اسكت يا أخويا، سيبها باللي هي فيه، مش راحت يا عيني لجوزها الجريدة، لقيته مع حتة بت بقى مزة وتكة لبنان، وشكة بقى إن جوزها معجب بيها. إيه ده؟ هو علي بيشوف البنات دي في الجرنان؟ يا ابن الذين علي. ايه ده؟ مش تحاسبي؟ سوري عن جد. مايا؟ انت تعرفيني؟ ايه اللي اعرف؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ليش؟ هو ايه اللي ليه؟ لا يا حبيبتي، انت جايه من بلدكم تعمليهم عليا ولا ايه يا ماما؟ لا قولي لي كده، اقفي عدل وتكلمي عدل. فين علي؟ علي مين؟ علي جوزي يا حبيبتي. حضرتك اكيد في سوء تفاهم حصل، انا كنت عند دكتور سمير. كمان كنتي عند سمير؟ يا عيني قلب امك، ده ما يستحملش. انت ايه ما بتعتقيش يا شيخه، ما بتعتقيش. شو قصدك؟ شو بدك تقولي؟ لا يا حبيبتي، لا شو ولا مو ولا الحبتين بتوع الدوبلاج دول بتوع العشق الممنوع، انا عارفاهم كويس. انطقي، علي جوزي فين؟ ايه في ايه؟ ما بعرف، المدام بتقول عليا اني كنت مع جوزها وجايه تتخانق معايا. يخرب بيت سنينك، ايه دي؟ ده الاستاذ علي ده مرزق. مرزق انت كمان؟ قصدي يعني اقول انه مرزق، انه مع حد زي حضرتك يعني بيخاف عليه. انا كنت جايه هون عند دكتور سمير عشان اعمل عنده عمليه حوكمه. استغفر الله العظيم، هو الدكتور سمير ده بيشتغل في العمليات الشمال ولا ايه؟ في ايه؟ الحق يا استاذ شعبان، القيامه جاب خلاص. الهايم كان جاي عند الدكتور سمير يعمل، استغفر الله العظيم، عمليه.
مدام انجي قفشوا مع الاستاذ علي. ايه ده لا احنا كده اتلخبطنا. هو مين بقى يجي لمين الحقيقه يا شعبان؟ ده احنا بقينا واقفين ننظم المرور والاريا العالي. لا 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 انا كده فهمت. انا كده كل اللي انا عارفه ان اللي في بطنها ده يبقى ابن الاستاذ علي. يا نهار اسود، هو في حاجات في بطنها؟ يا نهار اسود، انتوا خليتوني حامل. بقول لك يا بنت، انت فين علي؟ فين جوزي؟ انطقي. على فكره علي ده جوزك انت مش جوزي انا. انت المفروض تبقي عارفه هو فين مش انا. صح، وجهه نظر تحترم برضه. انا هعرف هو فين. طب اسيبك بقى تشوفي جوزك فين براحتك. ماشي لا يا حبيبتي، ما كانش تعز. انت هتقفي هنا لحد ما اعرف هو فين. ايوه استاذ انجي، واعرفي حاجات كتير. عملت سونار ولا لا؟ نوع الجنين ايه؟ هيسموا الواد اسم مصري ولا اسم لبناني؟ وجهه نظر تحترم برضه. صح. حلو شيش دودة. طبعا حلو. بقولك يا جميل، تفتكر لما اتكلم مايا هقول لها ايه؟ يا سلام، لما انت مش عارف هتقول لها ايه؟ بتاخد مني التليفون ليه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، مراتي. ايوه انجي، انا في الشغل يا حبيبتي. انت اكيد في الشغل يا علي؟ يعني انت ما كنتش مع مايا؟ مايا؟ انت عرفتي منين موضوع مايا؟ لا، ما فيش بيني وبينها حاجه خالص. وانا لو اعرف مايا كنت اتجوزتك يا حبيبتي، قصدي كنت لعبت طاوله مع جميل. انا اسفه قوي، اسفه يا مايا، مش عارفه اقول لك ايه. معلش، اصل انا اعصابي متوتره انا اسفه. على شو عم تعتذري بعد ما فرجتي عليا العالم كلها؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا كويس ان ده كان في كلوز، انت ما تعرفيش اللونج بتاعي، ما تسويش فيها يا ماما. خلاص، انا بالنيابه عن الاستاذه انجي بعتذر لك بنفسي وتحت امرك اوصلك في اي حاجه. شعبان، شكرا. كل انا عاوزاه بس ان امشي من هنا. يا الله، انت سايب المحل لوحده يا بقى كده يا جميل. انت بتديني نمره من هنا وتتصل بانجي عشان تفتن عليا من هنا؟ تعالي والله ما اتصلت بانجي. عليا انا برضو بقى؟ انت بتتصل بمراتي عشان اقطع علاقتي بمايا من هنا وانت تظبط معاها من هنا؟ انت بتحور عليا يا جميل. انا لا بحور عليك ولا ما بحورش، انا حوارات السنه ودي بطلتها من زمان. اذا كان انا مديك الرقم بتاعي يا اخي. صحيح، عرفت بقى، عرفت ان انت غلطان وبتغلط. لو سمحت انا متضايق، قوم امشي شال عبد الله. طب مع السلامه، سيبني بقى. ايه ده بس؟ امال انجي عرفت موضوع مايا ده منين؟ انا مش عارفه ازاي اتصرفت كده يا بنات. انا حاسه ان انا كنت زي المجانين بالظبط. زي المجانين؟ انت مجنونه فعلا يا انجي. هو في ست عاقله تعمل اللي انت عملتيه؟ انا مستغربه. اعمل ايه بس يا منال؟ شك في علي وفي تصرفاته، هما اللي خلوني اعمل كده. انت لو مكاني كنت عملتي ايه؟ كنت الفها في ملايه واطلب لها البوليس طبعا. هي دي عايزه كلام؟ لا مش للدرجات يا منال، مش للدرجات. هي ما عملتش حاجه لكل ده. وانت لسه هتستني لما تعمل؟ انجي الست مننا جواها ايه؟ فيل. لا انت برضو لسه بكلام العيال الفاضي ده. الست مننا جواها رادار، الرادار ده بتشكي في الراجل. طالما انت شكيتش فيه يبقى هو اكيد بيعمل عامله سودا. ايه هي العامله دي؟ الله اعلم. لا بس هم ما حصلش بينهم حاجه يا منال، حرام. لا هيحصل ان شاء الله، بس انت ما تقطعيش لان نبرك ده هو اللي جايبك ورا. في ايه يا منال انت بتفولي؟ انا غلطانه يا انجي ان انا بوعيكي، يعني ما هو كده دايما الواحد يبقى قصده يعمل خير ويبقى هو ده المقابل. نصيحه بقى لوجه اللي عشان لما احط دماغي على المخده كده بالليل يبقى ضميري مرتاح. قولي يا منال. الله يبارك لك، قولي. انت كده تعقدي النيه ان شاء الله ان اول ما علي يجي تطلبي منه الطلاق. استودعك الليل. منك لله. تصدقي بقى انت وصلتيها للطلاق. بقولك انا مش عارفه ايه اللي مخليني اقف اتكلم معاكي. فراغ يمكن؟ طب هاتي اشيلك الحاجه. تكلي على الله، ده هي فيكوا وفي جيرتكوا.